السلام عليكم يا شباب. احنا النهارده يا شباب بسم الله ما شاء الله هنشتغل في البحر ده عربيه. كنا هنا يا جماعه اول امبارح، بسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا بشويه سمك حلوين، بس للاسف يا جماعه التليفون بتاعي كان خلص شحن. وانا بقى ان شاء الله النهارده جاي اكرر الايه الرحله تاني ان شاء الله يا جماعه. خليكم معانا زي ما انتم كده نستمتع مع بعض ان شاء الله. بتاعت الغله يا جماعه، اهي الصناره الاثنين بتاعت الغله. تمام، ابقوا معنا يا جماعه. بس هاتي خلطه هنوريكم يا جماعه ايه تطعيمه القرموط. ركزوا معانا ان شاء الله عشان ايه ربنا هيرزقنا باذن الله. يا جماعة اهي بسم الله، بصوا يا جماعة الطعماية، طعماية ايه القرموطة اهو بسم الله. ركزوا معانا يا جماعة اهو بسم الله ما شاء الله. الكلكع يا جماعة الطعم على قد ما نقدر كده اهو. لا على بوز السن اهي، لان هو القرموط اساسا هاجم اليومين دول بسم الله ما شاء الله. يعني عادي معاك طعمه بزياده حط على قد ما تقدر برضه. القرموط اساسا غشيم. اهي يا جماعه التطعيمه بتاعتنا اهي، معانا الرصاصه بتاعتنا يا جماعه مش تقيله قوي يعني. بصوا يا جماعه ما بعدوش العمليه، احنا قدام مننا كده بالصلاه على سيدنا النبي. انا بصطاد غماز يا جماعه، ركزوا معانا. قرموط دي قرموط اهي يا جماعه، القرموط بتصل على حضره النبي يا جماعه، ما تبينوش ما يتقطعش. صلى على النبي. اهو يا خالد اهو اهو يا جماعه الصلاه على حضره النبي. القرموط اهي احمد القناص يا جماعه، بر وبحر باذن الله. الصلاه على حضره النبي يا جماعه. صناره اثنين يا جماعه بمصطاد طعم، القرموط اهي بالصلاه على حضره النبي. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. القرموط ده يا جماعة فوق نص كيلو بالسلعة على حضرة النبي. أهو يا جماعة. إن شاء الله ديم يا رضا. أهو بالسلعة على حضرة النبي. الله ينور يا حاج. خليك معايا. بالصلاة على حضرة النبي. يا جماعة جايبين شوية سمك حلوين أهم يا جماعة. بالصلاة على النبي يا جماعة. حد اللي ماشي ده أهو. خليكم معانا يا جماعة إن شاء الله، معاكم أحمد تاجر القناص يا جماعة. يا ريت لو بتستمتعوا من الفيديو يا جماعه تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك يا جماعه. ركزوا معانا ان شاء الله نحاول نمتعكم. البحر اهو، بصوا يا جماعه اللي معانا ان شاء الله
تحياتي لكل الناس الصيادين ومنهم عم عبد عبد الله ومحمد السيد. تحياتي الناس دي يا جماعه الاساتذه بتاعتنا، احنا بنتعلم منهم. الاراميطه يا جماعه ايه بالصلاه على حضره النبي، ركزوا معانا يا جماعه ان شاء الله نحاول نمتحكم. باي باي. الصلاه على حضره النبي يا جماعه. بصوا يا جماعه رحيم اهو يا جماعه. واحده واحده كده يا جماعه، ما تغبوش عليه. الصلاه على حضره النبي. مش خلف دي معايا زي ما انت. الصلاه على النبي يا جماعه اهو. الصلاه على النبي يا جماعه اهو يا جماعه. الصلاة على حضرة النبي. نرمته يا جماعة. بهدلنا طبعا على ما جه، بس الحمد لله فضل ونعم من ربنا يعني. هو كده خليل. الصلاة على النبي. النهارده يا جماعه ربنا كرمنا وخليكم معانا ان شاء الله، هنحاول يا جماعه نمتحكم بالصلاه على حضره النبي. يلا سلام عليكم يا جماعه اللي بلوكم. حلاوتك يا دي ابو هيكل، حلاوتك يا دي اسد. معلم معلم هيري معلم. ده ربط طالع مخلص يا جماعه. ايه يا جماعه بالصلاه على النبي. الاربط ايه يا جماعه؟ بيتزحلق. بسم الله ما شاء الله. ده حتة حلوة يا جماعة يعني تحت من الكيلو بشوية ما شاء الله. أو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصنارة دي يا جماعة بتشكم على طول. اهو. الصلاة على حضرة النبي يا جماعة. عشرة على عشرة. ما شاء الله. ركزوا معانا يا جماعة. صلى على النبي. احنا يا جماعة نسينا نجيب العريشة النهاردة. اهو. عشان ما تقولوش ده الراجل ده بيصطاد حمود واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعة. صلى على حضرة النبي. دي يا جماعة الأرميط صحي اهي. اهي. زي ما حضراتكم كده شايفين. صلى على النبي يا جماعة. أي حد يا جماعة متابع معانا إن شاء الله. اسمه بيعملوا سباق ولا إيه؟ احنا مرعين على المية. شمين ريحة المية يا خالي. بص شم ريحة المية. سيبه سيبه ما تخافش سيبه. هو شم ريحة المية. بص يا جماعة اهو رايح ناحية المية سبحان الله. بص يا جماعة القرموط رايح ناحية المية. شامم ريحة المية ماشي اهو يا جماعة. بصوا يا جماعة شم ريحة المية عايز اروح على المية تاني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة. هو شامم ريحة المية فرايح عشان ينزل المية. اهو.
كفايه كده مرمطه يا جماعه عشان نسلمهم صحيح معانا، لان احنا معناش عياشه عشان نحطهم في الميه، فهنحطهم في الشنطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، بالصلاه على سيدنا النبي. باي باي. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله. تعالوا يا جماعه، ودايما خليكم قولوا يا رب، وان شاء الله ربنا يكرمكم. والبحر الغربي يا جماعه شغال، اي حد بيتفرج عليها دلوقتي، اي حد بيتفرج عليها يا جماعه دلوقتي، البحر الغربي شغال بسم الله ما شاء الله، حته انصاص وداخله على الكيلو. وان شاء الله تابعوا معانا يا جماعه، وهنحاول نمتعكم باذن الله. احنا جبنا لغايه دلوقتي 5 هرميط، بالصلاه على حضره النبي. الهرموط يا جماعة بيبوظ لنا الدنيا خالص، بيكعبل لنا الخيط ويكعبل لنا الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. الصيد والله أرزاق، هي الحرفة بس في طلعة الحاجة عشان ما تضيعش منك، لأن طبعا المبتدئ أو الغشيم بينتش الحاجة نتشة جامدة، ممكن يضيع القرموط منه، لو قرموط تقيل ولا حاجة يضيعه، لكن هو في الأول في الآخر رزق بتاع ربنا يا جماعة. إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا اهو. طبعا احنا سلكنا الخيط بتاعنا، نجيب الطعم بتاعنا وحط لنا الطعم ده خد في الظل كده عشان ما يموتش، عشان بالصلاه على سيدنا النبي ايه نكمل الصينيه بتاعت القراميط اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه، الصناره دي 2 بتاعت الغل، طبعا احنا عارفينها، نجيب الصناره اهوت ونحط فيها الطعمه كده اهو، زي ما قلنا لحضراتكم يا جماعه، هنخلو حته زياده كده، القرموط بيجي طمعان واكلها كلها كده. طبعا دي فيها طعمه. بصوا السن يا جماعه بان اهو، لان كل الحته الاولانيه وانا ما نهتش اشكوها، فان شاء الله هنشيل دي خالص، يا اما تزقها جوه وتركب التانيه الجديده يعني عادي. والصلاه على حضره النبي. ايه يا جماعه، اصبح معانا يا جماعه الطعم اهوت. بصوا بالصلاه على حضره النبي عامل ازاي اهو، ركزوا معانا يا جماعه، والرميه بتاعتنا الجميله ان شاء الله. على فكره يا جماعه، احنا بنقطع الفيديو عشان بس الشمس وبتاع، والتليفون بتاعنا عايش معانا اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الخشبه بتاعتنا الجميله اهي. نروح نقعد على الموتوسيكل بتاعنا اهي جميل. طبعا تحت الشجره دي الجو جميل يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. واول ما بنشوف يا جماعه اللابلوب بتاع العود ده كده، بص تلاقيه شغال، اجري حرز عليه على طول ومطلع باذن الله. خليكم معانا يا جماعه، تابعوا معانا. بسم الله ما شاء الله، ده جميله يا عم، الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، خليكم معانا ان شاء الله. الله ينور يا سبوره، تابعوا معانا ان شاء الله. طيب لبلوب بينا خلينا مع اللبلوب ده يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا اللبلوب ده لما بنقر كده يا جماعه، ده بيعمل كده يغرز عليه على طول اهو، بنقر اهو اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه، ركزوا معانا اهو، ما شاء الله على النبي. رميت اهي، حلول ده سحلول سحلول حلو، بالصلاه على النبي اهو. اهو يا جماعه، بالصلاه على النبي القرميطه اهو. تعالى خد بالنا عشان الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعه، يا جماعه اكل القرموط ده جميل جدا، بتاع المايه دي، لان المايه دي نظيفه، غير بقى ترع وغير اماكن تانيه، وهي بترجع للنفس الاول، كل واحد بيبقى ليه نفس بياكل من مكان. انا بصراحه باكل من البحر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعه، قرميط جميله جدا جدا اهي.
خليكم معانا يا جماعه ان شاء الله نحاول نمتعكم يا جماعه من الساده الرمير زي ما انتم شايفين الغدا اهوت ان شاء الله. اللابلوك بينا السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اللابلوك بينا الله الله متحكم ان شاء الله يا جماعه بالصلاه على حضره النبي. حاجه جميله خالص ان شاء الله يا شباب. بسم الله ما شاء الله هنموت كيلو يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. القرموط يا جماعه بالصلاه على حضره النبي. اوعى عورك يا خالد. سيبه 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 هيمشي دلوقتي اهو اهو يا جماعه. راعي على الميه ثانيه يا جماعه. انا ما بلاقيش نفس بيروح بقى ما شاء الله يا جماعه. بصراحه الطعم قرب يخلص معانا النهارده. كان اليوم جميل خالص شغال. تابعوا معانا فضل معانا حاجه بسيطه ان شاء الله. يا ريت تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا لنا الجرس وتعملوا لايك يا جماعه. ان شاء الله القرميطه اهي ركزوا معانا على الخشبه ديت عشان اللبلوب رك ما يتحرك كده يمشي من على طول. ركزوا معانا يا جماعه. الجو النهارده يا جماعه جميل والله وهوا بسم الله ما شاء الله. الشمس طالعه بس الجو حلو يعني. الرمات عماله تضرب اهي. حديد حديد الصلاه على النبي يا جماعه. القراميطه اهي ما شاء الله. الطعم يا جماعه خلص مننا وده اخر قرموط مش هنعرف نصور حاجه ثاني. سبحان الله لو معانا طعم ياما متهيألي مش هنجيبوا سمك كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. شويه قراميط الف الالف قوم يا جماعه. القرموطه بالصلاه على حضره النبي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله خالص يا جماعه اهو. الحظ كان معانا النهارده وربنا كرمنا وجبنا شويه قرميط 10 على 10. تابعوا معانا يا جماعه ان شاء الله المره القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه طلعت النهارده بسم الله ما شاء الله. جبنا 8 قرميط يا جماعه بالصلاه على النبي. اهو اهو يا جماعه. طبعا احنا خلصنا طعم. انا جاي من بدري هي ما كلتش معانا اللي من حوالي 3 ساعات كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله يا جماعه كم حته حلوين اهو. 8 حتت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ربنا المره الجايه ان شاء الله نحاول نمتع
بس تعملوا لايك يا جماعه. احمد تاكل القناص بر وبحر يا جماعه. باي باي. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك. باي باي.